بالنسبة للست أم يوسف بتقول الزوج رمى علي يمين طلاق وقال لها يا فلانة أنت طالق، وهي بتقول رحت في بيت أبويا بعد كده رجعت عشت معاه. هرجع تاني وأقول كمنهجنا من زمان قوي مع حضراتكم، لابد من السماع من الزوج، لأنه الطلاق لمن أخذ بالساق اللي هو الزوج، فضرورة المسارعة بالذهاب إلى دار الإفتاء المصرية، وبخاصة أن هذا ليس يمين، ده بيقول لك أنت طالق، فيروح ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة وأبشري خيرا إن شاء الله.